فاهم؟ لكن يهودي مطلق يهودي كده لا، ما عاشوا في بلادنا. اليهود عاشوا في بلادنا عشرات السنين ومئات السنين. ده كان اليهود في مصر اغنى من اهل مصر المسلمين، وعايشين معانا طول عمرهم. لم نؤمر بقتالهم، بل بالعكس امناهم في تجارتهم طالما هم لا يعتدون. وكذلك اهل الكتاب من المسيحيين في مصر عاشوا معنا مؤمنين منذ ان دخل الاسلام، ولم يدخل احد الاسلام منهم مكره، بل بالعكس بالتزاوج بمرور السنين كل مسلم يتزوج امرأة مسيحية ينجب أولاد مسلمين يعني. فانتشر الإسلام في وسط المسلمين في مصر من التزاوج ومن الحب ومن الأسرة وليس بالإكراه على مر العصور. وعشان كده بمرور الوقت إيه قل عدد المسيحيين وزاد عدد المسلمين في مصر، حتى وصل إلى إنه إحنا بقينا إيه حوالي 92% من سكان مصر مسلمين، و8% وقيل 9% وقيل بحد أقصى 10% مسيحيين. طب مين اللي أبقى المسيحيين ال 10% دول 14 قرن وأزيد عايشوا مع المسلمين، إلا أننا أمناهم وأعطيناهم حريتهم في التجارة والمعيشة والتعليم، حتى يدلك على أن أحكام الإسلام ليست كما يدعي أننا متحيزون لديننا وأننا لا نقبل الآخر كما يدعون، بل بالعكس أكثر ناس قبلوا الآخر هم المسلمون على مر العصور. اليهود عاشوا وأمنوا في بلاد المسلمين قرون عديدة، ولما ذهبوا إلى أوروبا شوف حصل فيهم إيه عند هتلر، وحصل فيهم إيه في ألمانيا، وعاشوا ما إحنا قرون عديدة لم يصيبهم أذى، ولم نقاتلهم إلا لما اعتدوا علينا وأخذوا قطعة من أرضنا ومنعونا المسجد الأقصى، ولو لم يفعلوا ذلك لعاشوا معنا آمنين مطمئنين. يبقى المسلمون ليسوا بمعتدين، عمر المسلم يكون معتدي ابدا. المسلم ربنا بيحبه وربنا لا يحب المعتدي، فازاي يبقى معتدي وربنا بيحبه؟ ربنا يقول لا يحب المعتدين. فلا تظن ان المسلمين ظلموا غيرهم ابدا على مر العصور، تاريخنا والحمد لله سليم معافى من هذا. انظر الى الامريكان كيف نشأوا وماذا فعلوا في الهنود الحمر وماذا فعلوا في زنوج افريقيا، واستعبدوهم وهم احرار في بلادهم وعملوهم معاملة الحيوانات وبنوا بهم بلادهم، وكانوا يلقون إليهم الطعام كما يلقون إلى الدواب. وليك أنت تشوف فيلم جذور وتقرأ قصة جذور اللي هي بيبين لك كيف نشأت أمريكا على هذا الظلم البين. لكن المسلمون دخلوا كل بلاد، لكن المسلمون دخلوا كل بلاد العالم ولم يبيدوا أحد، ما فيش جنس من الأجناس أبيد في بلاد المسلمين، بل كل الأجناس فضلت عايشة كما هي، المسلم مسلم والكافر كافر، كل مؤمن في بلاد المسلم، تاريخنا يشهد لنا. ثم يأتي بعد ذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله ويشوهوا ديننا حتى يجعلونا في موضع الدفاع، وإحنا في الحقيقة براء من أي دم يراق بغير حق، لأننا أتباع النبي الرحمة. أتباع نبي الرحمة لابد أن يكونوا رحمة، والحمد لله التاريخ يثبت لنا أن المسلمين هم أهل الرحمة على وجه الأرض، والرحماء يرحمهم الرحمن.